المشرف الاداري على اسطبل الامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز مطلق بن مسلم ابو اثنين، حياك الله ابو مسلم والف مبروك ما شاء الله تبارك الله. قراءتكم جدا جميله لكاس المؤسس من خلال تجهيزكم لولد اخيل ولوجه الرياض. والله الحمد لله، اول شيء هذا توفيق من الله واهدي الفوز هذا لسيدي صاحب السمو الملكي الامير سعود بن سلمان، جهوده معانا من بدايه الموسم الى اخر الموسم، واهدي الفوز هذا للوالده والحمد لله. اول شيء ذا توفيق من الله والحمد لله. صحيح ان الشوط يخوف، وولد اخيل حصان يعني يمشي على رؤوس الخيل، وتعرف معنا راجي الله ومقتدره و يعني واجد، والبذالي والخيل ومرعده، وخيل واجد يعني وشوط قوي ما يستهان به، لان الخيل هذه كلها ما تاهلت الا جايه على الجهوز التام. ابو مسلم، نتحدث عن دخول الاحمدان، ما لخبط اوراقكم انتم جميعا كمرشحين؟ والله ان الشوط هذا كل شيء لخبط اوراقنا فيه، الخيل هذه كلها اللي جت كلها مستعده للكاس هذا. وعلمنا الكس مارينو عن وجه الرياض، وجه الرياض طال عمرك يطق الاسترد مشه، لان استرده واحد وامش واخوه يكون جنبه، لان في خيل بتمشي قدام وتخاف انها تواصل يعني، وولد اخيل يكون قريب من الخيل الباس ميكر. جميل. طبعا وجه الرياض عفوا ولد اخيل اليوم كان ثاني وكان يتابع راجي الله، ولكن يعني من قبل الكوع الاخير انقذ ولد اخيل على الصداره وبدا يوسع الفارق بينه وبين راجي. نعم، لان المسافه هذه طال عمرك قبل كان الحصان مرتاح، وجاء المسافه هذه خلاص هذه مسافه سوق يعني ما عاد فيه، خلاص هو ما وصلهم الا عند ال 400 يعني، خلاص هذه منطقه سوق ما عاد فيها، والحمد لله وفق الله الحمد لله وخذ الكاس. كنت متوقع اليوم يسويها ولد اخيل مطلق يعني، وانت مراقب لولد اخيل وما شاء الله ريحت ولد اخيل كثير لهالمناسبه اللي ما خيبت ظن اسطبل الامير سعود بن سلمان بن عبد. والله الحمد لله، والله اني كنت متوقعه ان شاء الله، كنت متوقعه بالكاس ان شاء الله، لما خيل قويه بس الحمد لله متوقع من الحصان من ناحيه شغله واموره وكذا، ما غيبناه لو ان شاء الله حصان بطل. يعني ولد اخيل بطل ومعها ابطال في الشوط، وما شاء الله تبارك الله حققتوا النسخه الثانيه على التوالي لكاس المؤسس. الحمد لله بطل ومعها ابطال والحمد لله، وحققنا النسخه الثانيه الحمد لله، وعسى الله يوفقنا ان شاء الله بعد الكاس ان شاء الله الجاي ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق اخوي مطلق، والتبريكات بالتاكيد للامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز ولد اخيل بطل وحقق اليوم الكاس بجداره، هو وزميلته مجتاحه استطاعوا ان يحققوا كاس المؤسس بنسختيه، وهذا بالتاكيد يدل على يعني الصفقات الناجحه، وايضا يمكن الاداره المميزه لاسطبل الامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. والله الحمد لله، هذا توفيق من الله، وهذه كلها جهودات الامير سعود بن سلمان الله يطول عمره، هو اللي ورانا الحمد لله وتوفقنا. والحصان هذا طال عمرك ابوه كان كسبان الكاس. صحيح. ونفس المدرب ونفس الخيال، والحمد لله ولده ولد اخيل نفس الطريقه الحمد لله. موفقين ان شاء الله ومتبوع على اسطبل الامير سعود بن سلمان، وبالتاكيد الشكر لك مطلق بن مسلم ابو اثنين المشرف الاداري على اسطبل الامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. شكرا شكرا طال عمرك الله يجزيك. اذا مشاهدينا الكرام كان هذا حديثنا مع المشرف الاداري مطلق بن مسلم ابو اثنين، وبالتاكيد نجدد التبريكات.